مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم. مع إطلالة هذا الصباح نبعث إليكم أجمل التحية والترحاب، وذلك عبر برنامجكم الصباحي لاليكو، حيث نقدمه لكم أنا وزميلي مصطفى الطيب أردي. صباح الخير مصطفى. صباح الخير عائشة، صباح الخير المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. فاليوم نحن سعداء جدا نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج لاليكو، وفي برنامج لاليكو هناك العديد من الفقرات، من ضمن هذه الفقرات التمرين الرياضي، وكذلك فقرة المجتمع والتربية والتعليم، وهناك الثقافة وأداب. كل هذه الفقرات تجدونها في برنامج لاليكو كل صباح. وقبل أن نبدأ في هذه الفقرات نذهب سويا نتابع التمرين الرياضي، ومن ثم نرجع ونناقش حول هذه الحلقات. عايشة دائما التمرين الرياضي بها تنشط الجسم أكيد زميل مصطفى، نحن كذلك وكذلك المشاهدين في كل مكان لابد من الرياضة والتمارين الرياضية في كل صباح، بلا من غير ما يكون الوقت الشتاء أو كيف. نعم. فالرياضة مهم جدا لاكتساب طاقة جديدة وحيوية. نعم، يبدو أن هناك خلل في من قبل الفنيين يا مصطفى، نتحدث عن أهمية الرياضة ما زلنا. نعم بلا ريب عائشة، الرياضة مهمة بالنسبة للذكور أو الإناث، بالنسبة للشيبة والشباب الشباب. فدائما وأبدا الرياضة مهمة، فمارسوا الرياضة لأن الرياضة تقوي العضلات، لذا نتابع التمرين الرياضي. في برنامج نبدأ أولا بالتسخين، شوف معي يعني هالي، لا تشوف، واحد اثنين ثلاثة يمين يسار، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، نكملوا جماعة. هالي شكرا عليكم مشاهدينا الكرام. عدنا من جديد المشاهدون الأفاضل لنبدأ في حلقة اليوم، ومعنا بداخل الاستوديو كل من الدكتور محمد أحمد أبو سحر، محاضر بجامعة آدم بركة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، سعيد جدا بهذا اللقاء الصباحي. نحن أكثر سعادة إن شاء الله، ونتحدث معك حول أهمية الثقافة. بارك الله فيكم. وكذلك أيضا نرحب بفقرة ثقافة وآداب مع الشاعر أحمد موسى محمد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حييتم وبوربتم. شكرا، نورتنا اليوم في تلفزيون شات. تسلم. مشاهدونا الأفاضل، قبل ما نبدأ مع ضيف الحلقة نطلع لفاصل قصير ومن ثم نعود. مشاهدينا رجعنا من جديد، ومعنا داخل الاستوديو كما أسلفت الأخت عائشة محمد الدكتور محمد أحمد أبو سحر، محاضر بجامعة آدم بركة، ونتحدث معه أولى أهمية الثقافة. وكما تعلمون دائما الثقافة لها أهمية، تعدد الثقافات، تنوع الثقافات مهم جدا، لذا معنا داخل الاستوديو الدكتور محمد أحمد أبو سهر، وتحدث لنا حول أهمية هذه الثقافة. أهلا وسهلا مرة ثانية دكتور. أهلا وسهلا بكم، وأهلا بالسادة المشاهدين مساعدي التلفزيون الوطني التشادي والفضائية التشادية. حقيقة الثقافة هي عنصر هام في الحياة. الإنسان بدون ثقافة لا يمكن أن يعيش، والثقافة تعتبر هي الهوية بالنسبة للإنسان. وثقافة الإنسان تتمركز حول العادات والتقاليد والموروث الحضاري بشكل عام والمدني والثقافي. والشيء الذي يميز الإنسان في شخصه هذا ما يسمى بالثقافة. والثقافة لا تنبني بين يوم وضحاها وعشية وضحاها، الثقافة هي ذلك الموروث الذي يكتسبه الإنسان من مهارات وعادات وتقاليد وسلوك خلال مدى طويل. نعم. وبالتالي تعتبر الثقافة هي البطاقة الشخصية لأي مجتمع. ولذلك يقول الفيلسوف كانت، يقول اعطني ثقافة أعطيك شعبة. فالشعب
أو المجتمع بشكل عام يعرف بثقافته، بهويته، بلغته، بتراثه. هذه هي المكونات الرئيسية لأي مجتمع كان. ولذلك نحن في هذا اللقاء الصباحي يمكننا أن نتحدث عن الثقافة التشادية. أكيد تشاد لديها لديها موروث ثقافي طويل. ولذلك الشعوب التي ليست لديها ثقافة أو ليست لديها تاريخ لا تريد أن يتحدث الناس عن الثقافة، عن التاريخ. لذلك أمريكا الآن لا تتحدث عن التاريخ ولا تتحدث عن الثقافة كموروث قديم، إنما تتحدث عما هو حاضر اليوم. لماذا؟ لأن عمرها لم يتجاوز 400 عام منذ أن اكتشفت إلى يومنا هذا، لا يتجاوز عمرها. ولذلك أوروبا تفتخر على أمريكا بأنها هي التي اكتشفتها وهي التي أسستها وهي التي بنتها وبنت لها حضارتها وثقافتها. إذا لو رجعنا إلى موروثنا بلدنا الحبيب تشاد، نعم حبيب تشاد، كثير من الناس يتحدثون عن أن المجتمع التشادي كون بعد 1900، هذا كلام غير صحيح بتاتا. المجتمع التشادي كون منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض. ولذلك الآن بعد أن اكتشفت جمجمة توماي تجدوا أن المؤرخين يتحدثون عن أنه ملايين السنين. ولو ذهبت إلى الآثار خاصة في أونيانغا وفي جبال تيبيستي وما فيها، تلك النقوش التي تؤكد على أن هناك إنسان عاش منذ ملايين السنين في هذا المكان. فتجد البقرة وتجد الغرمة وتجد حياة الناس وكيفية إعاشتهم أو معيشتهم في ذاك الزمان. إذا الإنسان التشادي ليس طارئا على هذه الأرض، إنما هو قديم، ولكن ما عثر عليه حتى الآن هو لا يفي بالمطلوب، لا يفي بالمطلوب. وخاصة عندما نتحدث عن الموروث الثقافي للمواطن التشادي، من أدب، من شعر، من فكاهة، من عادات وتقاليد. أنت تعرف أن التشاديين لا يسجلون، لا يكتبون، لا يقيدون أعمالهم بالكتابة، ولذلك كثير من الموروث التشادي الموثق ضاع. وحتى القليل منه الذي عثر عليه صدفة هكذا، صدفة. فواحد زي إبراهيم الكانمي دخل الأندلس ودخل المغرب العربي أيام دولة الموحدين، وبالتالي يعني ترك لنا آثار أدبية بالذات ثرة جميلة جدا. حتى الرجل حسده أقرانه الذين كانوا معه في البلاط، يعني الشعراء الذين كانوا معه كانوا حسدوه في هذه المكانة لتفرده وتفوقه عليهم، حيث يقول: غيري عليكن يا زهراء يصطبروا، لأن صبري على ذاك الهوى صبروا، لوني بلونك مزدان إذا اجتمع كما يزين سواد المقلة الحور. يا سلام. ويقول في سميه إبراهيم الموحدي، يقول فيه: أزال حجابه عني وعيني تراه من المهابة في حجابي، وقربني تفضله ولكني بعدت مهابة عند اقترابي. وأيضا يقول في الجانب الأدبي، في الجانب وبالتالي أن الموروث الأدبي، أنت تعلمي أختي أن الأدب أو الموروث الأدبي هو يعتبر وثيقة تاريخية، وثيقة اجتماعية، وثيقة أدبية، وثيقة علمية، يعني أنه يحدد القيمة الفكرية التي يتميز بها شعب ما. فلو وجدنا إبراهيم الكانمي وهذا الشخص الذي ما دخل الأندلس وتعلم فيه، إنما تعلم في بلاده ثم سافر، تفتقت شاعريته ثم سافر إلى الأندلس، إلى الأندلس. كبر ويعني هو ذهب في عمر 40، بمعنى أن هناك شعراء كثر سبقوا هذا الرجل. دي هذه الطبيعة الحتمية للأشياء،
لأنه لا يمكن للإنسان أن يوجد شيء طارئ هكذا، لابد أن يكون هناك من سبقه، هناك من عايشه، من عاصره، هناك من جاء من بعده. ولكن كل هذا ضاع نتيجة للزحف الصحراوي، نتيجة للحروب والكوارث الطبيعية التي تحدث في أرض تشاد بين الفين والأخرى، تحدث نتيجة للغزو الغربي الفرنسي لما دخل ونهب كثير من الثروات التشادية. وأنتم سمعتم قبل سنتين ثلاثة أن فرنسا سمحت لتشاد أن تعيد تراثها الذي نهب وما يزال موجود في المتاحف الفرنسية. وبالتالي أنا أقول أن المجتمع التشادي زاخر بهذا، لكن المشكلة أننا كثير من التشاديين إلى الآن إلى يومنا هذا لا يعرفون. شبابنا الذين هم في الجامعات في عشان ما نوضح أكثر للشباب، ممكن نعرف أكثر الثقافات تميزنا نحن كتشاديين من بين باقي الدول وباقي الشعوب؟ أنت تعرفي أن في أرض تشاد قامت حوالي ثلاث حضارات في تشاد، نعم، أو ثلاث دول نستطيع أن نسميها ثلاث ممالك زي ما درسناها في المدارس، إكانيم ثم باكرمي ثم والداي. نعم، إضافة لذا في ممالك صغيرة لا يذكرها كثير من المؤرخين، لا يذكرون هذه، إنما هي كانت تابعة، هي عبارة عن ممالك وكانت سلطنات صغيرة تتبع هذه. وهذه الممالك التي قامت في تشاد طبعا كان سبقت الإسلام، يعني أنها كانت دولة قبل الإسلام ثم بعد ذلك دخل الإسلام، ولكن الدولتين الأخريين والداي وباقيرمي أنهما نشأتا في حضن الإسلام وفي حضن اللغة والثقافة العربية. وبالتالي أنه تلاقي الثقافتين العربية والإفريقية في هذه الأرض، إضافة لشعب تشاد شعب يتميز بتعدد اللغات، لديه حوالي 100 ونيف لغة، هذه كلها امتزجت وبالتالي شكلت الإنسان التشادي. تلاقت كل هذه الحضارات وكلها انسكبت وانصهرت في بوتقة واحدة عرفت بالثقافة التشادية بتعدد لغاتها بتعدد مشاربها. وبالتالي لو تلاحظوا الآن نحن في وسط إفريقيا تحد بنا ست دول، هذه الدول الست كلها تختلف عن تشاد. تشاد الدولة الوحيدة التي تشربت كل الثقافات، يعني أنك لو ذهبنا نحو الجنوب ستجد بلاد ديلي إفريقيا الوسطى وما خلفها، هؤلاء أفارق بحت. لو ذهبت إلى غرب نيجيريا والكاميرون نفس الشيء، لو ذهبت إلى الشمال لوجدت ليبيا عربية بحتة، لو ذهبت إلى السودان إلى حد ما ولكن العربية تطغى، بينما في تشاد الأمر مختلف، أن الكل شارك في هذه، الكل يجد نفسه في هذه الثقافة. وبالتالي أن ثقافة تشاد ليست هي عربية صرفة ولا هي إفريقية صرفة، إنما هي تمازج كما العربية والإفريقية، كما هو الإنسان التشادي نفسه. تجد فيه سحنات، لو تريد أن تصف الإنسان التشادي بأنه شرقي لا، غربي لا، جنوبي لا، شمالي، الإنسان التشادي هو تشادي، يشكل تشادي. بالتالي أن سحنة الإنسان التشادي قد لا تجدها في كثير من الـ إضافة لللبس، إن كنا نتحدث عن الموروث الثقافي، نحن لبسنا يختلف. صحيح أن حتى في لبسنا تجد التشكيلة اللباس التشادي أخذت من الشرق وأخذت من الغرب الإفريقي أيضا، فبتجد في يعني أنك لو جعلته إفريقيا فقط خالصا أبدا، لو جعلته شرقيا إسلاميا أبدا، إنما هو يجمع كل هذه، وبالتالي هو مقبول لدى المشرق ومقبول أيضا لدى الأفارقة. فالإفريقي يجد فيه اللون، يجد فيه طريقة الحياكة، طريقة الزركشة، ما إلى ذلك. الإنسان المشرقي تجده يرى فيه زي الإسلامي، فضفاض بطريقة محكمة يتقبلها الإسلام، سواء كانت المرأة ولا الرجل. الزي التشادي مقبول، حتى التوب التشادي ده مقبول
في كونه حجاب، وفي الوقت نفسه أنه زي تشادي يميز المرأة التشادي، حتى طريقة التوب خلي الأمام التوب عند السودانيين صحيح مستخدم في كثير من الدول، تجد في موريتانيا، في النيجر، في السودان وما والاها، ولكن طريقة اللفة التشادية تقوم على اليمين. نعم تختلف. الأخرى كلها تقوم على اليسار، لكن عند التشاديات التوب يقوم على اليمين. إضافة لذا تجد العمامة التشادية، التشادي والسوداني كلاهما يستخدمان العمامة، والليبي أيضا يستخدم العمامة، ولكن العمامة التشادية مختلفة. يعني الآن تجد في الآونة الأخيرة بالذات تجد أن العمامة التشادية التشاديين استطاعوا أن يغزوا السودان في طريقة العمامة. زمان كانت العمامة السودانية فقط بيضاء، ولكن العمامة الملونة هذه الآن دخلت السودان. من أين دخلت؟ هذا تشادي، من الثقافة التشادية، هذا تشادي ودخل إلى السودان. وكثير من إضافة لذا يا أخواننا، أنا أريد أن أحدثكم في حاجة، تجذر اللغة العربية في تشاد. الآن في تشاد أظن الدولة الإفريقية الأوحد التي يتواصل سكانها باللغة العربية، من شمالهم لجنوبهم، من شرقهم لغربهم، تجمعهم صحيح أنهم يتحدثون مئة ونيف لغة، ولكن الجامع المشترك واللغة العربية. فأنت لا تأتي لتقول للتشاديين أنتم عرب ولذلك تتحدث، لا، نحن أفارقة ولكن ثقافتنا عربية. هي هذه. نعم. هذه هي. دكتور لا ننسى الرقصات أيضا. أي نعم، جانب الرقصات، يعني تشاد لديها كما أسلفت لديها مئة ونيف قبيلة، وكل قبيلة تختلف عن الأخرى من ناحية الرقصات والثقافة وكل شيء. وبارك الله فيك. بعدين هو الرقص، طريقة الرقص، وخاصة الرقص الإفريقي، ضرب الأرجل واهتزاز الجسم بشكل كلي، إضافة للضرب بالأيدي، إضافة لهز الرقبة والأرداف وما إلى ذلك، هذه بتجدها في كثير من الدول، لكن الضرب بالأرجل موجود في إفريقيا عامة، وفي تشاد اتخذ خصوصية معينة. نحن مشكلتنا فقط أننا حتى الآن لم نحظى بمعهد ثقافي يرسخ لقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ورقصاتنا. نحن الآن صحيح لدينا 8 جامعات، 10 وكم معهد، معاهد عليا متخصصة، ولكن إلى يوم ذا نفتقر إلى معهد مهني يعنى بالثقافة، بالثقافة والتراث. وإلا نحن لدينا كم هائل، لو بحثت فقط في قبيلة واحدة من القبائل التشادية لوجدت لديهم كذا رقص، وهذه الرقصات هي التي تشكل الإيقاع والانسجام النفسي مع الأدب ومع الفن. لذلك نحن الآن بحاجة إلى إنشاء معهد فني يعنى بالتراث والثقافة التشادية، يؤصل لها. حتى عندما يكون لدينا فنان، هؤلاء الفنانين يستقون أدبهم من أو غناهم يستقوه من الإيقاع التشادي، من الردم التشادي، من اللغة التشادية، من شخصية الإنسان التشادي. ولذلك حتى يومنا هذا لا تجد فنانا واحدا اجتمع فيه التشاديون جميعا سوى الحاج أحمد بيكوس. ليش؟ لأن أحمد بيكوس يستقي لديه موهبة خاصة، هو لم يدرس الفن ولم يتلقى تدريبه في معاهد متخصصة، ولكن أحمد بيكوس أنه لديه إحساس وطني، إحساس بالإيقاع التشادي. ولذلك حينما
كان يكتب أغانيه لوحده، يلحن لوحده، يختار الإيقاع الذي يبني عليه أغنيته لوحده، ولذلك وما كان يغني للغير بل كان يغني بنفسه ينشئ. ولذلك الآن تجد كل التشادين عندما يستمعون لأحمد بيكوس الكل يقف إجلالا لهذا الرجل. ليش؟ لأنه استقى فنه من الموروث التشادي، والأمم لا تنصهر ولا تنسجم إلا مع تراثها، ولذلك أحمد بيكوس أخرج لنا هذا الكنز. أكيد أستاذ أحمد، فمثلا اليوم نحن في بلدنا وفي الفترة الحالدة، رأيك بتوجه ثقافاتنا اليوم بكثرة تعدد الثقافات، وإلى أين تتجه الثقافة التشادية اليوم؟ هو شوف، أنا صحيح كنت خايف في السبعينات والثمانينات والتسعينات لغاية 2000 أن جمعنا، إذا كانت هي العاصمة الثقافية والعاصمة الاقتصادية والسياسية وكل شيء بالنسبة للإيجار، كان زمان الشباب في 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 فورلامي وفي نجمينا بيستمعوا فقط للأغاني الإفريقية. الإفريقية نعم. لكن فيما بعد، وده كله نتيجة لتوجه الدولة نحو الأفريقانية، لكن بعد ظهور الإعلام الرقمي والفضائيات وتقاربت المسافات، وخاصة بعد ظهور الإنترنت في 2000، نحن طبعا الإنترنت دخلنا بعد 2004 بعد 2004 حتى دخلنا الإنترنت وصار مستخدما، بعد أصبح هناك الانفتاح نحو العالم الآخر. العالم الآخر نعني به سواء كان في مشرقي أم في مغربي، فكنا نتخوف من أننا إنتاجنا لا يستطيع أن يواجه الهجمة الثقافية القادمة من المعاصرة اليوم من الخارج، لأنك لديك تلفزيون، شئت أم أبيت أن أطفالك يشاهدون. هناك إعلام آخر شعبي أكثر سهولة وتعاملا وتداولا بين الناس، الإنترنت. كل من يمتلك جهاز لوحي صغير يستطيع أن يتوغل في أعماق العالم الآخر ويعرف ما هو موجود لدى الآخر. ظننا أن ذلك يكون وبالا على جاد أكثر، لكن لحسن الحظ الإنسان الجادي استطاع أن يكتشف أشياء جديدة. كنا زمان مغيبين أن اللغة العربية هذه ليست لغة كرة، على الأقل اللغة العربية هذه ليست لغة طب، ليست لغة هندسة، ليست لغة إعلام. فاكتشفنا أن اللغة العربية ما تزخر به وما يزخر به العالم العربي من إمكانات جعلت الإنسان التشادي يعيد حسابه من جديد، فينفتح نحوها، بدأ يتكيف معها، ويشد شدت انتباهه وجعلته يعيد نحن تاريخ زمان كنا مغيبين وكنا مضللين على أن ليس هناك لغة سوى الفرنسية هي لغة الثقافة، لغة الحضارة، لغة المدنية، لغة إذن. لكن تغير الوضع. كثير من التشاديين زمان كانوا يقولوا ما ربو ساكت، عندما يجدون طالبا يرتاد المدارس العربية يقول ده هدول يا إما يتخرجوا فنانين ولا ما ربو. لكن أخيرا تغيرت الآن، النظرة تغيرت، وبالتالي حتى الفن التشادي الآن بدأنا نتابع عبر شبكة تيك توك والإنستغرام والفيسبوك والواتساب، بدأنا نشاهد هناك فنانين جدد يتكئون أو يرتكزون على الثقافة التشادية. دكتور، ده أكبر شرف لنا كتشاديين يرتكزوا على ثقافة التشادية ويتغنون بي 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 باللغة وباللهجة التشادية. كوز أنا زابد سيد. ده حسب منتشر إن شاء الله نحو الأفضل يا دكتور.
شكرا جزيلا. الحديث عن الثقافة واسع كثير جدا، ونتمنى نواصل معك في هذا الحديث لكن في حلقات مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا بمقابلتكم ومقابلة هذا الجمهور إن شاء الله. أشكرك كثير. التحدث إلى المواطن التشادي سواء كان في داخل بلاده أو حتى في المهجر، ونتمنى انه نلتقي مرات اخرى ونتحدث ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله مرات ومرات ان شاء الله. دكتور شكرا جزيلا. المشاهدون الافاضل نطلع لي فاصل قصير ومن ثم نعود الى فقره الثقافه والادب مع الشاعر. انتظرونا ولا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا، بعد ما انتهينا من فقره المجتمع مع الدكتور محمد احمد ابو سار وتحدثنا حول الثقافه، فالآن نتجه نحو الشعر، عالم الشعر، معنا الشاعر الشاب أحمد موسى محمد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. نحن سعداء جدا أن تكون معنا داخل الاستوديو اليوم. وأنا لا سعد. أنت متابع لبرنامج لاليكم منذ أكثر من سنة، تتابع برنامج لاليكم؟ نعم كنت أتابعه. فهذا يشرفنا نحن كذلك. نعم، كان برنامجا رائعا وبرنامجا قيما، وأظنه أصبح نقطة فارقة بين البرامج التشادية القديمة والبرامج التشادية التي ربما ستلحقها. كنا تابعناه في غرباتنا، قضينا بها أوقاتنا، واستفدنا أيضا من اللقاءات مع الأساتذة والشعراء والدكاترة، فكان شيئا جميلا يعاش ولا يوصف. شكرا جزيلا. فقبل أن نغوص في عالم الشعر، حددنا بدايتك مع الشعر. الله، هذه مشكلة. الشاعر لا يستطيع أن يحدد بدايته مع الشعر، لكنه يستطيع أن يحدد بدايته مع تذوق الشعر. فربما أظن أننا نستطيع أن نقسم البدايات إلى ثلاث بدايات تقريبا. بدايتك مع تذوقك للشعر، بدايتك مع انسجامك للشعر وحفظك له ومخزونك المعرفي والثقافي، ثم تبدأ بدايتك مع كتابة الشعر. فأظنك تسأل عن البداية الأخيرة. نعم. فكانت البداية الأخيرة أنا الذي أجلتها إلى الفترة الأخيرة. كنت في البداية أقرأ، وعندما أكتب القصائد أشعر أن هذه القصائد ليست بمستوى القصائد التي كنت أقرأها، قصائد الجاهليين وقصائد المخضرميين على عصب العصور كنت أقرأها. وكلما كتبت قصائدا ما كنت أنشرها، لأنني أعرف أن هذا الشعر الذي أقرأه ليس بمستوى الشعر الذي أحفظه. لذلك أجلتها، وكانت الفترة الأخيرة في الملتقيات وفي المناسبات أظهرت قصائدي. لا أستطيع أن أحدد لك بداية أين بدأت ومتى. الشاعر أحمد، ممكن تتذكر أول أبيات شعرية كتبتها؟ أتذكرها لكن لا أحفظ منها شيئا، لأنني أثناء كتابتها كنت أشعر أن هذا الذي أكتبه ليس بشعر، ولكنني مع ذلك كنت مصرا. والشعر كبدايات صناعة. نعم كبدايات، ولكن هذه البدايات أنا محوتها. حتى القصائد التي كتبتها قبل سنة كنت أمحوها. والشاعر الجيد هو الذي يبقي قصائده الجيدة التي تستطيع أن تنصر على النسيان. لذلك الجميل للواحد أن يمضي قدما في الكتابة في القصائد الجيدة، ويحاول أن يحدث فرقا بين قصائده القديمة والقصائد الحديثة. لعلك كتبت قصائد حديثة الآن. لا لا، هي كثيرة. الشاعر عليه أن يكثف حتى تصقل موهبته. نريد أن نسمع واحدة منها. لا، هذا يسعدني. فأستطيع أن أقرأ على حضراتكم وعلى مسامعكم قصيدة هي، وإن كانت نوعا ما أثناء كتابتها من قصائد المناسبات، لكنها تستطيع أن تبقى في الذاكرة. لا، وإن كانت الذاكرة الشخصية. كان مظفر النواب الشاعر الكبير كان يقول: عندما كنت صغيرا لهوت مع الشمس، غمضت وجهي في نجوم سماوات أمي. وهذا ما كنت أعني به. وأنا هذه القصيدة كتبتها كذلك إلى أمي. أقول: حتى متى، حتى متى ويذيبني الإيحاء، الحاء وزني والقصيد الباء، هتفت بأروقة الجلال مباسم في رعشة الصلوات يا حواء، رقص الفراش ولم في فردوسها ما لا ترى إذ ما ترى الزرقاء، حتى إذا سار المجاز بليلتي وتسابق المعراج والإسراء نزلت
ملائكة الحروف بواعثا حرفان دندن فيهما الشعراء وعلى أريكتها اليمامة سبحت من هيبة وتغنت الورقاء وبيض شمع الروح يوم تكلمت وطوى الأسى من صوتها الإيماء يا أم مالي كلما وعدتكم نفر البيان وخانني الإيفاء أمي على زجل النشيد عبارة فيها على كل الصدى استغناء أمي وفي لغة السلام بكارة ورحيق فاك المسك والصحباء أمي إذا جفت بدائع بحتي ونشدتها تأتي بك الأصداء وإذا تقاذفني الضجيج ولاح لي مرآك تخرس في يدي الضوضاء وإذا أدار الليل شجو كواكبي فعليك يسهر إن بدا الإنشاء يا صوت مملكة المعاني إنني ترب البلاغة هدني الإعياء من فرط أبهة الكتابة والنوى ثمل الكتاب وفي يد القراء ما كنت آدم كي أراني حافظا أسماء دنيا واسمك الأسماء حنت إليك خواطري ودقائقي وبيادري وسفائني والماء مشكات نورك في يدي تفتحت لي من سناها ومضة والضياء أنت التي طرب الجمال لنعتها ورنت لبهجة صوتها البطحاء تنثال من رئة البروق عطية ما ألفت لمثالها العنقاء أنت التي سبقت زمان حلولها وأتت وخلف مجيئها الأشياء لمآثم الأيام صرت قداسة فكما تقدس في المسا السيناء شوقا نعود إلى احتضانك كلما جف الغدير وبزن الإيحاء دفئا سماويا حراء موطنا فإذا نأيت فكلنا غرباء هذه النجوم اللامعات تكدرت فملأنها بحديثك الآلاء هطل المرام على بحورك بردة لم تحتمله بصبرها الميناء يا آخر الملكات أنت خريطة تهدي المراكب إن التيماء جوزاء بدئك لم تصل لختامها مهما بدت تسعى لها الجوزاء ما شاء الله ما شاء الله الأمهات يستاهلن أكثر من كده كل الكلمات يمكن تقل في عطائهم ووصفهم وحنانهم فتحية لكل أم أنجبت طفلا وأنجبت رجلا اليوم فلك لها كل التحية والتقدير فممكن نعرف الشاعر أحمد موسى إلى أي بحر من بحور الشعر يميل يقال أن الشعر أنت عندما تبدأه وتكتبه نعم. قبل بدايتك للشعر عليك أن تتعلم العروض وعليك أن تتعلم الإيحاءات والإنزياحات والغنائية الشعرية ويقال أنك عندما تبدأ في تنوين وتدوين خاطرتك البيت الأول هو الذي يختار البحر الشعري الذي أنت تذهب عليه وأنت بطبعك كشاعر يجب أن تكون فوق اللغة عندما حدثت أحد الأصدقاء بصفية الدين الحلي وقلت له هذا الشيء ليس واردا كثيرا في شعر العرب إلا أنني قرأته في شعر صفية الدين الحلي قال هيا بنا نمضي صفية الدين فوق اللغة والعروض والمقام لذلك البحور الشعرية كلها يستخدمها لكن هناك بحور غالبا ما كانت تستخدم وهذه كلها إشارات في بداية شاعر وفي بداية تكوينه يستطيع أن يتعلمها أما أنا أكتب كثيرا على الطويل على البسيط على الوافر على الرجس يعني على المديد على المتدارك كلها أكتبها تبحر في كل البحور يعني الله يسعدك فأحمد يعني الأغراض الشعرية أي غرض من أغراض الشعرية تميل المدح أو الغزل والرساء كل هذه أغراض شعرية أنا غالبا أميل إلى الوجدانيات الغالب في القديم الناس وزعوا الأغراض الشعرية إلى ثمانية من الرساء والوصف والمدح لكن حاليا ما كانت الأغراض تنحصر في هذه الأشياء فقط نحن نعبر عن هذا الشعب الذي يعيش بعيدا عن آماله وطموحاته ومشاعره الشعب المترامي على الأطراف نكتب عنه عندما أقول أنا الذي لا يعرفني أحد أنا أقصد بذلك هذا الشعب الجميل وفي الديوان عندما أتحدث كثيرا أن أنا فلا أعني بأنايا هذه
الا هذا المجتمع الكبير. لذلك كنت اكتب حتى يعني في انت تقريبا الشباب دائما يكتبون عن الغزل وما شابه. لدي قصائد نوعا ما قصائد جياد في الغزل لكنها ليست كثيره، لكن لابد على الشاعر ان يكتب حتى في الغزل، فالمراه تستحق ان يكتب لها شيئا بشيء، ان يعبر عنها بشيء فوق اللغه والشعر والمقام يعني. واو ما شاء الله تستحق المراه كل هذه. دلينا الحظ الاكبر. لو لم تكن ورائي وامامي اما عظيمه تشجعني وتملأ عيناها مواهبي ما كنت وصلت إلى هذا المقام وإلى هذه المرتبة التي أفتخر بها. نعم. وآمل أن أصل إلى أعلى من ذلك. أكيد. شكرا على الاعتزاز يا أحمد. ممكن هل حصل وقدمت الشعر اللي أنت كتبته لمثلا الأدباء أو النقاد لمراجعة الأبيات الشعرية التي تكتبها؟ نعم. الشاعر لا يجب عليه أن يكتب قصيدته فقط ويخفيها. نعم. أو ينشرها، وما أكثر الشعراء من مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الزمن. الناس لا يستطيعون أن يصبروا حتى أن مثلا يذهبون بقصائدهم من الأساتذة والذين لهم خبرة في ذلك. نعم. لمراجعتهم. والنقاد إما أن يبنيك الناقد أو يهدمك، لأن الناقد يقول لك أنت ما تكتبه ليس بالشعر، بوريت البليكلر يعني، حتى أكون أوضح معك أكثر. وفي هذه الفترة وفي هذه اللحظة بالضبط، إما أن يصبر الواحد حتى يأخذ النصائح والكلمات التي تلقى على مسمعه، أو أن ينهار تماما ثم يترك طريق الشعر. أكيد. ممكن أسمع من الدكتور كتوجيه والتوصية للشاب. أنا أقول لك حاجة، أنا ناقد ما شاء الله، وتخصصت في هذا الجانب، وأنا مدرس منذ 2004 الآن تقريبا 20 سنة ما شاء الله النقد الأدبي. وكما قال الشاعر أحمد إنه النقد إما أن يهدمك أو يرفعك، يبنيك أكيد. نعم. إما أن ولذلك بيقول لك النقد شر لا بد منه. ولذلك بتجد المشكل ما بين الأدباء والنقاد دائما في أغلب الأحيان غير حميمة. كثيرا من الشعراء نتيجة لهجمات النقاد هاجروا الديار، زي أحمد شكري. لا بل منهم من خنق نفسه. يا الله. وانت شوف كثير من النقاد كانوا يتابعون الشعراء في كل ما يقولونه. لذلك الفرزدق بيقول، الفرزدق الذي لولاه لضاع نصف اللغة، بيقول نحن علينا أن نقول وأنتم عليكم أن تتخيلوا. نحن لا يهمنا لا نحوكم لا صرفكم لا عروضكم، لا، نحن بنينا شعرنا من خلال موروث قديم. واحد زي عبد الله الحضرمي ومعاها شنو اسمه شاعر بيقول له دكتور لنكسب الوقت، نريد رايك في احمد ومن ثم ننطلق. معلش، انا اقول لاحمد اخرج ما عندك فليقراه الناس. هو اول النقاد هو انت. اكيد. عندما تتخير الكلمات اكيد وتضعها في قالب فني، هو عمل نقدي شعري في الوقت نفسه. فالشاعر لابد ان يكون ناقدا ثم يكون شاعر. ثم النقاد، صحيح أن بعض النقاد هدفهم ليس نبيلا كما هو طبيعة الإنسان. نعم أكيد. لكن في هناك من لديهم هدف نبيل جدا هو البناء، ولولا النقاد الكبار لما أوجدنا شعراء كبار. أكيد دكتور، والإنسان لابد أن يواصل ولا يتأثر بالعقبات والأشياء التي تواجهه. أنت لا ترى ما يقال لك دائما أنه يعني تقعيد أكيد، وكأنه يراد لك أن تبقى. لا، حينما يقال فيك، الإنسان الذي لا يقال فيه لا يكبر. أحمد هذه صدفة، وجدت معك ناقد كبير لابد أن تحتاج معه هذه الفرصة وحتى تستفيد منه. أحمد أنت سمعنا آخر أبيات شعرية ممكن عندها عشان نكسب الزمن، قصائد كثيرة، الفقرة الفترة محدودة. أحمد يعني قبل أن نذهب للقصيدة، يعني أي شعراء أنت تقرأ لهم سواء الجاديين أو
بالذات التشاديين. فنحن نفتخر يعني، أنتم تتخيلون أن في سنة 550 منذ ولادتي وبدء نشأة إبراهيم الكانمي، هذا التراث الذي نفتخر به كتشاديين عامة، كنا نحن ولدنا شعراء. وأيمانة كان يقول إذا لم تل الشعر لا تتعب نفسك، وإذا أردت أن تصبح شاعرا عليك أن تعرف أنه عليك أن تتعب كثيرا. وأما أنا من الذي أقرأ لهم بيت شعراء التشاديين تقصدون، فأقرأ لي أستاذ عبد الماجد ومحمود شريف وبكر عبد الرحمن وإبراهيم عبد الكريم ورفاقي من شعراء وصمة الوادي الإبداع، وكذلك في العام كل قصيدة جميلة تطربني أقرأها. أما بشكل عام فكنت في البداية أحفظ التردد على القصائد الجاهليين على حسب قول أبو موسى في كتابه قراءة في الشعر القديم، كان يقول ما قرأت لقصيدة أو لأدب في هذا العصر وكتبت عنه شيئا ثم عدت بعد فترة وجدت حتى تجد أنك ساذجا ما كتبت عنه. وهذا ما أشار إليه حتى الفيتور في كتاب ديوان يأتي أعشقون إليك، فهذا هو التطور. وكنت أقرأ للجاهليين وأحفظ لهم المعلقات وقصائدهم التي تستحق أن يقرأها الواحد، ثم على مر العصور كنت أقرأها وأحفظ للعباسيين. وأما الحداثة كنت أقرأ للبردوني ومحمود درويش وأمل دنقل وجاسم صحيح وأحمد بخيت. أحمد بخيت أقرأ له كثيرا، محمد عبد الباري كم هائل كبير، كنا نخزن نوعا ما ونمر على أشياء لسقل الموهبة. أحمد مشروع شاعر كبير في نتمنى له التوفيق إن شاء الله. ممكن يسمعنا أبيات شعرية؟ لا بأس يعني، نريد أن نسمع. لا بأس، هذه مقطوعة أقرأها. أقول سأسكب مسك لظايا العتيق وأبحث عن وجهة الأصدقاء وأشكر جرح العنيد، فكم تمشى بجنب البريء الشقاء. سلالتي الحزن شلال بوح، وضحكاتي البيض شكو البكاء، فلي خطفة الناي لما تبدت تعلق طيفي بسحر الغناء. ولي أن أجر احتمال الوقوف مضيا بحجم أذى الأنبياء، وإني انذبحت أمام الأمام لأن فؤادي أثيم الوراء. وكان الكرى في جفون الحزانة يوسوس هدأة هذا المساء، وحين انكسرت انكسار الغمام تنشق جرحي هوى الكبرياء. بنيت صراط المتاهة جسرا ورتلت في الغيب آية اهتداء، فشاخت مراياي ثمة شخصي يؤرجح تحت أديم الفضاء. عبرت إلى موبقاتي مليء بما لا أجيد، ولكن أشاء تسائل عني السيول الروابي، أبالبرق أم بالعواصف جاء، وبالبسملات وبالحوقلات وفي صوت ثكلى شجاها الرساء. أفي كل شيء بعيد المنال يغازل خلف امتداد الرجاء، أجبت خليفة ربي ملاك وإن كان منشاه طين، وما أنا من وهبت لهذا السقوط سلالم شعر إلى الارتقاء. منحت الحياة تسابيحها وشددت للجيل حبل الرجاء، وشددت للجيل حبل الإخاء. أنا من حفرت احتراق البياض بحرفي وعلقمت بئر الشقاء. أفقت وقد طل مني بلاد بثقل المرارات تحوى الهدى، فمنذ الجنوب تنادي بنيها تنادي إلى أن تشظ النداء. وبحر الغزال أحمد أنت يعني ما شاء الله، وبحر الغزال الشعر شعرك جميل جدا، فنحن نريد أن نتحدث معك أكثر، لكن نظرا لضيق الوقت ممكن تقول لنا كلمتك الأخيرة ومن ثم نقف عند هذا الحد. فالكلمة الأخيرة، نحن علينا أن نقرأ، وأظن المجتمع المتابع والمشاهدين كلما يتوقعون مني أنني أقول لهم علينا أن نقرأ، ولكن كيف نقرأ؟ علينا أن نقرأ ونكثر من القراءة. كنت قرأت لعبد الرحمن منيف في صاحب رواية مدن الملح 5 أجزاء في كتابه بين الثقافة والسياسة، كان يقول السبب الوحيد الذي جعلني أصل إلى هذه المرتبة وهذه المرحلة هو أنني ما كنت أمل من محاولة البحث عن المعرفة، ونحن كنا نمل، وهذا هو الفارق يعني. ونحن لا نعطي القلم حقه كما يقول محمود شاكر في الأباطيل والأسمار، فنحن علينا أن نقرأ، علينا أن نواصل، علينا أن ندرك تماما أننا نصل إلى المرتبة التي نريدها ونأملها ذات يوم ويوم ما. أكيد. وأشكر هذا البرنامج القيم، وأشكر هذه الجهود التي تبذل
لهذه الهوية الوطنية التشادية. شكرا أحمد حقية. شكرا أحمد، وكذلك الشكر موصول للدكتور محمد أحمد أبو سعر. شكرا لكم جميعا، ونتمنى أن نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا نذهب لفاصل من ثم نعود. دور عافية لي وطن يعين، بوحدتنا تنسمع كلمتنا، أكيد لمن يكون شتتنا بالوطنية كلنا منتلم، بالوطنية كلنا منتلم، هدفنا واحد كل زول ينجم، بلدنا كبيرة في الدنيا ما في مثيلة، نشد كبيرة في الدنيا ما في مثيلة، ندور العافية لوطننا تعم. قطيع على كلام من برا، تجينا قطيع على كلام من برا، شبابنا واعينا حسدنا مضرة، شبابنا واعينا حسدنا مضرة، هو أكيد خلاص دمان الكشرة، نبني البيت بكل رأي وفكرة، نبني البيت بكل رأي وفكرة، أنا نحلل وفيه تدوم العشرة، أنا نحلل وفيه تدوم العشرة. بالوطنية كلنا منتلم، بالوطنية كلنا منتلم، بالوطنية كلنا منتلم، هدفنا واحد كل زول ينجم، بلدنا كبيرة في الدنيا ما في مثيلة، نشد كبيرة في الدنيا ما في مثيلة، هدفنا واحد. شكرا للفنان عبد الناصر ادم مريوت. فمشاهدينا رجعنا من جديد، وفي هذه الفقره فقره التربيه والتعليم معنا السيد ادريس عبد الكريم عيسى رئيس اتحاد طلاب كليه التربيه بجامعه السبحه فرع كات، وتحدث لنا عن الجامعه وكذلك عن الاتحاد وكذلك التحديات التي تواجه الطلاب اثناء فتره الدراسه. وكذلك معنا في فقره الترفيه عمر زكريا عبد الكريم وصانع محتوى في التيك توك. فنرجع لكم بعد فاصل قصير.
إدريس عبد الكريم عيسى، نرحب بك مجددا. أهلا وسهلا ومرحب بك. كما ذكر الزميل مصطفى، اليوم نتحدث حول الجامعة بصورة مختصرة. نعم. عن جامعة السبحة، ومن ثم دور الاتحاد وكذلك التحديات. فبداية خلينا نتعرف عن الجامعة. ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فالجامعة جامعة سبحة كلية التربية في رعشات أنشئت في إطار التعاون الدولي بين دولة ليبيا ودولة تشاد أثناء زيارة الرئيس الراحل معمر القذافي لجمهورية تشاد في العام 1998. فبعد أودته مباشرة أسست الكلية في العام 1999، وكان في بادئ الأمر عبارة عن معهد عالي لإعداد المعلمين، ويضم ثلاثة أقسام: قسم الفيزياء وقسم الكيمياء وكذلك قسم الرياضيات، وكان مقره في إيسيت. ومن ثم حول هذا المعهد إلى كلية التربية تابعة لجامعة السبحة بليبيا في العام 2005، وأضيف قسم الأحياء في العام 2005. ثم بعد ذلك بثلاث سنوات أضيف كذلك قسم الفلسفة وعلم الاجتماع. ما شاء الله. وبعده بسنتين مباشرة أضيف كذلك قسم التربية وعلم النفس. يعني كل سنة أو سنتين يضاف عليها. يضاف عليها قسم جديد بالطبع. ما شاء الله. نعم. وبعد ذلك يعني حولت من قلنا في منذ التأسيس كانت في مقرها في إيسيت. نعم. من العام 1999 إلى 2004. ثم من 2004 إلى يومنا هذا كان مقرها في حي جنب البحر بالقرب من القنصلية اليوم المعروف. نعم، جنب البحر هنا. نعم أكيد. فالجامعة مرت بمراحل تأسيسية عدة، قلنا ذلك في إطار التعاون الدولي بين دولة ليبيا ودولة تشاد. فكذلك الأقسام التي كانت تتاح حاليا، كل الأقسام الآن كانت متاحة سوى قسم التربية وعلم النفس. أغلق قسم التربية وعلم النفس نظرا لعدم استجابته لسوق العمل. نعم. فالجامعة دائما لا تريد أن تخرج طالبا ويكون عاطلا عن العمل، فجل الطلاب الخريجين من هذه الكلية كانوا يمارسون أنشطة متعددة، منهم من كان في البرلمان، ومنهم من كان مستشارا برئاسة الجمهورية، ومنهم من أصبح مديرا لمؤسسات، ومنهم من صار ناظرا. نعم. ومنهم من صار مشرفا تربويا. خرجت كوادر معروفة. يعني. فخرجت كوادر معروفة، ودائما يركزون على النوعية. دائما في كل عام يعني في كل قسم يقبل ما بين 20 إلى 25 طالب فقط. هذا حال كل الجامعات. نعم. حددنا عن دور الاتحاد. فالاتحاد منذ تأسيس الجامعة ومنذ أن نقلت في هذا المقر في كل سنة يعني يكون اتحاد. نعم. فنحن منذ أن دخلنا في السنة الأولى من الجامعة كان هناك اتحاد يقوده الأستاذ، حاليا كان أستاذ بمدينة أم جرس بلال محمد حسن، وكذلك الأستاذ حامد عبد الكريم. ومن ثم وفي كل سنة يغير الهيكل التنفيذي للاتحاد. وفي العام الماضي انتخبنا، والحمد لله أنا الآن رئيس اتحاد طلاب جامعة السبحة. في الاتحاد أي نشاطات تقومون بها؟ يعني نشاطات عدة لأي جامعة. نعم، نحن لدينا نشاطات عدة متنوعة كذلك. فمن ضمن الأنشطة هناك حفلات تخرج كانت سابقا، ونحن نسعى أن تكون هذا العام كذلك. توقفت هذه الحفلات نسبة لظروف معينة، ولكن نسعى جيدا إلى أن تكون هذه الحفلات فيما بعد إن شاء الله. وكذلك هناك رحلات ترفيهية ثقافية علمية نقوم بها نحن. قد خرجنا قبل بضعة أشهر إلى منطقة وكليسي،
وكذلك ندوات علمية في داخل الجامعة، نقيم ندوات علمية ومحاضرات، وكذلك بعض المحاضرين يشاركوا في مؤتمرات دولية عالمية، وكذلك نقيم أمسيات شعرية بين الطلاب. وبالإضافة إلى ذلك هناك برنامج كنا نقيم به كل نهاية شهر، وهو عبارة عن برنامج حدثنا عن تخصصك، نشأته، تطوراته، المجالات الحديثة عنه، رواده. يعني تعرفون الطلاب بكل التخصصات يعني؟ نعم، بكل التخصصات المتاحة في هذه الكلية. نعم، جميل جدا. ما هي التحديات التي تواجهكم كاتحاد لطلاب جامعة سبها؟ والله بالطبع هناك صعوبات، فالإنسان حينما تكون قاعدا حتى ولو لشخصين، وخاصة حينما يكون طالب، فهناك عقبات، تسمع كلام ما يرضيك، وحال مهما تبذل مهما تقدم فدائما هناك الناس لديهم وجهة نظر خاصة، يعني يشوفوا يعني كأنه أنت يعني ما قاعد تقوم بشيء، يشوفوا دائما نظرة سلبية قاعدة في من الناحية دي. لكن يعني دائما يقدم لك انتقادات يعني؟ نعم، انتقادات كثيرة كانت تواجهنا، لكن أنا يعني كما يقول نطنش فقط ولا نسمع للآراء السلبية. يعني دور الاتحاد ومع الإدارة والطلاب كيف يكون دور، يعني شنو علاقة الطلاب حلقة وصل كده؟ نعم، دائما الاتحاد يكون حلقة وصل بين الطلاب وبين الإدارة، ودائما حينما ترى أو تنظر إلى مشكلة الطالب، وخاصة نحن الآن في مجتمع يعني مجتمع فقير ومجتمع يعني يعيش صعوبات مادية كثيرة، فهناك صندوق خيري يسمى صندوق سفها خيري، صندوق هو صندوق خفي. هذا الصندوق يعني نحن حينما نرى أن هذا الطالب يعاني من ظروف مادية، يعاني من أمراض، يعاني من مشكلات عدة، فنحن تلقائيا نقوم بتواصل مع الإدارة ونقول هذا الطالب يعاني من مشكلة كذا، يعاني من مشكلة كذا، ويعاني من مشكلة كذا، فالإدارة تتصل به ومن ثم يذهب إليها، ومن ثم تقدم له المساعدة، سواء يشترى له أدوية أو تقدم له نقدا، أو في بعض الحالات يعني يمكن أن يكسى، كنا نكسي بعض الطلاب كذلك. نعم، يعني شيء رمزي يقدم للطالب. شيء رمزي يقدم للطالب، نعم، حتى يعني يواصل. سبحان الله، حتى بعض الطلاب سرقت دراجاتهم في كلية، وتجمع الطلاب نقدا والإدارة كذلك ساهمت، فالطالب حينما تقدم له مثل بعض الطالب، لا أستحضر اسمه الآن، لكنه من شدة ما وقف معها الطلاب من شدة ذلك تأثر وبكى بكاء شديدا، وقال والله صراحة وقفتكم معنا هذه وقفة جميلة ووقفة جيدة، حتى الأهل والأقرباء في البيت لم يقفوا معنا مثل وقفكم، تأثر كثيرا لأن دراجته سرقت، وهذه هي الدراجة الوحيدة التي يواصل بها الدراسة. نعم، فيريد أن ينقطع عن الدراسة لولا وقفنا معه. نعم، ممكن تقدم كلمة أو رسالة لكل الطلاب اليوم قاعدين يشاهدونا من غير جامعة سبحة، في جامعات أخرى بلدنا الحبيبة لديها. نعم، فممكن توجه رسالة لكل الطلاب؟ فصراحة كلية التربية بتشات، أنا لا أستحقر كل التامعات الدولية، فالجامعات كانت تقدم عطاء كثير، لكن كلية التربية تقديمها، العطاء الذي كانت تقدمه يعني ظاهر الآن في الساحة. ما من مؤسسة تعليمية سواء في العاصمة الجميلة أو في الأقاليم إلا وتجد فيها مدرسين أكفاء قريجين هذه الكلية. إن شاء الله أتمنى يشاروا إليهم بالبنان. إن شاء الله أتمنى التوفيق لكل القائمين على هذه الكلية، ونتمنى التوفيق لكل الجامعات الشهادية إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا نذهب لفاصل من ثم نعود. عدنا من جديد والعودة أحمد، وفقرة الترفيه ومعنا أستاذ عمر زكريا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. الحمد لله. اليوم نتحدث عن المحتويات التي تقدمها خاصة في موقع تيك توك، ممكن تحدثنا عن بدايتك
وما هي نوع المحتويات التي تقدمها؟ أنا بداية حقي في التيك توك ده بديت كان يسوي جست مش الفيديو الناس يعملوا بالأغنية وحاجات كده خلاص. بعدين لقيت في تيك توكر واحد اسمه تشاتشو بنات الناس يعرفوا خلاص، كلم معي في الانستغرام وقال لي عمر أعمل الميكرو تريتوار، أنت قاعد في المغرب قام تعمل الميكرو تريتوار، تقدر تسأل الناس وتسألهم في الخمام عن الشات. أيوة. وحاجات الثقافة التشادية. الثقافة التشادية. نعم. خلاص بعدين بريت قاعد أعملها وفي كم أسبوع الأبوني حقي قال قام قاعد يزيد. يعني بديت في المغرب على ما بديت في المغرب. هنا بديت بس نعمل عملت 2 ولا 3 فيديو وبعدين خلاص كملت في المغرب وخلاص في الشات جينا دوني ناس يقول لي انت خلاص في الشات بقيت مشهور الناس كلها بيعرفوه اوكي ما صدقت اوكي جيت وشفت بعيني ما شاء الله. فشنو الميكروتراتر اللي انت تقدم تقدم لهم شنو في للمشاهدين تقول لهم شنو يعني تسألهم شنو يعني كان اسألهم نلقى مش نلقى المغربيين ولا اي ناسوناليتي اي جنسيه يعني. اي جنسيه نسالهم في الشات ده تعرفوا شنو رئيس ياتو نسالهم هم ما يعرفوا يقولوا الرئيس الاول لكن الخال هسه ما يعرفوا خلاص انا نكورجي هم ونقول لهم الرئيس مش الله. بعدين نجوا في محل السياحه ديال الشات نسالهم شنو تقدروا تدوروا تجوا تشاد ولا ما تدوروا خلاص هم يقدروا يجاوبوني كو مصر خلاص كلام يعرفوني سيما الفيديو ده يمشي يدخلوا النت ويشوفوا يبحثوا عن النت هم معلومات انا الشات ده يشوفوا يجوا جاهزين لا عن باكر يقدروا يرد الكيسيون ما شاء الله. ده تخلي الناس كلها يعرفوا مثلا الجنسيات المختلفة واجهتها في المغرب ده عرفته من بلدنا تشاد ان شاء الله. فانت يا تو قاعد يشجعك الناس عملنا في ناس قاعد يشجعوني ده مش لسه وريت عندي تشاد وبنات ده وعندي في جروب واحد اسمهم تيم ال دي اس دول لك مش انا عملت فيديو واحد ده جاي يقولوا لي فيديو انا قاعد اديل حوانا مرقه خلاص نمرقه حاضر بس وما عندي ناسين كلهم ما شاء الله نشكرهم مش السادو ووادي اسمه رحمته دول قاعد يساعدوني جنس مش رحمته ترسل لي شيء تقول لي امشي اسال الناس وبعدين مش نخط يديك كاني لا نكلم مساء يلقى هديه ده كله غني يسويه فوق الفيديو ونشكرهم بس بفضل انا هم جدنا عمر يعني الان الناس كلها يعرفوك استفدت شنو من المعرفه ومن هذا من هذه الشهره ومن التيك توك بحد ذاته استفدت شنو يعني؟ اول شيء نقول في التيك توك ده حاليا كمان نزلت فيديو ده قلنا نلقى مقابل في تيك توك هسه ده الناس ما يعرفوا هسه الناس هنا يتريزي تيك توك كبس هل وقر نادم تنتنادم في برا يفك لك تيك توك وتسي وخلاص تلقى لك اي شهر انت تلقى لك شغل شيا قال ام بي دخل ايوه دخل هناك تقربه والشهره ذاتها نوري اديل وبكان واحد ما اديل الشهرة تمشي بكان واحد تلقى الناس يعرفوك يحترموك وبكان واحد تمشي ده يكون بيشوفك وما يسلمك يصورك بحلو ليه تم قلت يسوي شنو اديل هوان هو اللي يصورك ويمشي نزله في تيك توك حلو ليه خلاص ده انا واجهت الشغل مش لكم يعني الان يعني في بعض من الشباب يعني ما بيقدم محتوى كويس بيغيروا بيسبوا يعني شنو اللي بخليهم يسووا الحاجات دي زي دي؟ هم الشغل اللي يخليهم يجوا في التيك توك واحد يكرب كاميرا حقه ويغير وابري ينزل ده هو ما ايرر حقه ايرر الناس هسه عندهم تيك توكر عندهم ابوني ده هم كم جمش الان هسه حاليا اول كان يسوي جست اغنيه بعدين تيك توكر تشوف بنات عندها عند ابوني كثير جا كتب لي حج لي عمر سوي كي سميت كلام وسويت ما لا اني الحس عندنا ابوني كل كان كتب لنا الاخواننا الدعابة قاعد يورو ده انت ده سيمشي لا انت ده سيمشي لا ده ما يبقى لهم ادير هم كل يقدروا يشيلوا ويمشوا فوق عشان يكون لكم مساحه ذات اللي تقدموا شيء ادير للمجتمع ويستفيدوا منه. ايوه هل عندك نقطه كي توصفنا لا ولا شيء من محتوى قاعد تقدمه ده؟ ايوه نعم نقدر نمشي نسالكم سؤال كله وانتم تجاوبوا عادي ما عندي مشكله تفضل لكن سؤال نسالك سؤال انتم اي سؤال بس ان شاء الله خلاص انت هل حاليا هسه
تبريفير؟ ده معناته مصطفى قاعد في مكانيه. خلاص هلا اسال مصطفى احسن. ما عندي اي مشكله، واصل معي بس ما عندي مشكله. انت تحبي تلقي رجل غني واشمان ولا تلقي رجل فقر فقران وما اشمان؟ دائما النادم يرضى بالقسم اللي الله انت له، لكن الغنى غنى انا قلب ده احسن، انا قعدت نشوفه من قنا القروش ده اكون يكمل في يوم واحد بس نرضى بالزول الغنيان من قلبه ده احسن. ده وجهه نظري انا. والله يعني ده سؤالك هذا سؤال كويس جدا. ممكن تسال الناس برا في الشارع، والاسئله اللي انت سالت الدبينه دي تساله فوقهم الناس ده من تلقاء نفسك ولا عندك ناس بيملوا لك بيقول لك اسال؟ مش الناس هسه تريتو وسموم ده هم بيز يقولوا لي انت هسه قاعد عندك ثلاث ايام ما سويت فيديو. انا نقول ما عندي تفكير، خلاص يقول اجيب نرسل لك شيء، خلاص يرسل لي سؤال، خلاص نشوف السؤال وبعدين نسال. ده ناس على هسه تريتو الحمد لله ما شاء الله. فعمر نرجع لك، نريد ان نشكر الاخ ادريس عبد الكريم عيسى رئيس اتحاد طلاب جامعه كليه التربيه جامعه السبحه فرع تشات، نشكره جزيل الشكر. ممكن تتفضل والفقره ياتي لزميلنا زكريا يحيى زكريا في فقره ترند ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الحمد لله. فعمر يعني الان التشادين والمغاربه عرفوا مصطفى عمر. قبل ما نرجع لمصطفى نستقبل زميلنا زكريا، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا زكريا. مرحب بكم جميعا. نعم خلينا الان المغاربه والتشادين عرفوا عمر، شنو المحتوى اللي جاي يقدمه؟ يعني علاقتك مع التيك توكر التشادين والمغاربه كيف يعني علاقتك معهم؟ اول كي في المغرب ده ما يعرفوني بعمر زكريا. يعرفني باسمي انا تيك توك، شيء كي يكون غريب، لكن مش العمر لدرني سلوبر دوما بعرفني فوق عمر لدرني سلوبر لدرنا. ما على اسم ده؟ والله اسم ده كان في زميل واحد بسمى لي وخلاص شلته وما شافوه، كان خاصه خطيت عمر زكريا وكل الناس ما بعرفوني خلاص. ده بس خليت ده اسمه الشهره حقيقي. اسمي دي الشهره. دونك في المغرب ده حاليا نقول في المغارب ده السبساريين ده جاي سوبر انا كتير مره وايد من المغاربه وايدين كل جينا جينا معهم عملنا معهم دعايات وكلا قمامات عملنا معهم هم بس كونتاكتي انا ونمرتي اللي جاوا من وين ما نعرف. ايوه رد صوني علي وقالوا لي تعال نعمل دعايات وعملنا دعايات دور ما شاء الله يعني استفدت. تمام عمر، هنا نريد ان نتحدث معك اكثر لكن الوقت انتهى. ممكن تقدم رساله للتيك توكير القاعدين بيقدموا محتوى ما كويس عشان يقدموا محتوى كويس يفيد المجتمع ويفيدهم هم بنفسهم ذات يعني؟ اول شيء نبدا ده نشكر الناس اللي دعموني من ذهاب بريد. نعم. مش التشاشو بنات رحمته سادو والجروب انا ال دي اس القاعدين يساعدوني وما ننسى زميل واحد اسمه توكي لوني هو قاعد الا يكريتيكي انا بس. كم سويت شغل عديل يقول لي حوان لكن هو قاعد يشجعني ما يعرفه. وذاتا نشكره ونشكر الاخرين كلهم ونحجي للتيك توكير الرشاديين دول ده موضوع شغل هسه قاعد يسووه في تيك توك ده هم ما بعرف لكن التيك توك قاعد يدخل قروس. هسه حاليا انا قاعد ندخل فوق القروس ده صحيح لكن هم كلهم خليه يسووا نفس الشيء يفك لهم مكان اخر ويدخلوا فوقه ده يبقى لهم حسن كي يعرفوا كيف هم ما جاي يودوه كيف هم ساكت. ده كان قدموا محتوى عديل ان شاء الله هم كله سمعوك ويقدموا محتوى احسن نستفيدوا منه كلنا يعني كتشاديين وانتم مثل عديل لبلدنا تشاد. شكرا جزيلا. شكرا. عمر زكريا. شكرا. المشاهدون الافاضل الى اخر فقره وهي فقره التريدنج مع زكريا يحيى زكريا، لكن بعد هذا الفاصل. زكريا يحيى زكريا اهلا وسهلا بك مره ثانيه. اهلا وسهلا. فعندما يحضر زكريا فاكيد هناك اشياء جديده اكيد يوم اثارت ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم انا بطرح السؤال ده لكم انتم اكيد في رايكم ما هي اكثر المواضيع اثاره في خلال هذا الاسبوع؟ انا منتظره نسمعها منك. اكيد هناك ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك
حول البنت التي ظاهرة البنت حول القضية فاطمة. نعم فاطمة. نعم فاطمة ومعنا تكتكر أكيد ممكن نتداخل معنا. فاطمة طبعا شابة في عمر أقل من 20 سنة. نعم بالصغير. عايشة في البشة وقيل أنها تاجرة. وهذه البنت عندها قاعد تطلع تنزل محتويات يعني أغلبها رقص وأغاني وحاجات يعني غالبا هي غير هادفة ما مشهورة بزيادة. ولكن فجأة عرفت ب شفناها قاعدين دقوها وقاعدة تبكي وبيسألوها ليش أنت عيرت الناس. هذه الصورة الفظيعة الناس كلهم تفاعلوا بها وقالوا أنت عيرت الناس عيرت القبيلة وكذا. على أي حال هذا التفاعل الناس كلهم زعلوا شديد في البداية. للأسف الناس فرحت قالوا لأن أنت عيرت قبائل الناس خلي دقوك يا عديل. وبعد يوم الثاني للأسف طلعت صورة ما سامحة جدا إنه البيت مربط 14 وقاعدة يعني ما لابسه لباس كويس. فالناس زعلت كمان للمرة الثانية ليش يعملوها بهذا الشكل. حتى لو هي عيرت وكده ما يعملوا فوقها زي ده ممكن يخوفوها يهددوها أو يمشوا يشكوا لأهلها. نعم من وجهة نظر هي بنت صغيرة دائرة توجيه وإرشادات بالتأكيد لو شفنا الآن الصور كلها هي تفرح قاعدة تلعب وتضحك وتقدم حاجات كده ما تعرف ما لقت توجيه تقريبا في حسب رأيي أنا. ولكن في ناس قاعدين بعد ما شفنا الشيء ده خشينا في الحساب حقها يعني أنا لقيت ممكن 20-30-40-50 مقطع. كل هذه المقاطع ما فوقها مشاكل هي قاعدة تلعب وترقص في حياتها تقضي وقتها بس تقضي وقتها بس تسعد نفسها بس يعني. للأسف في ناس قاعدين بيعيروها وهي في البداية قاعدة ترد لهم بطريقة مهذبة جدا ما قاعدة تعيرهم. بعد ما المعيار بقى لا زيادة هي برضو بدأت قاعدة تعير لكن قاعدة تعير الناس القاعدين بيعيروها دول لكن ما عيرت قبيلة. والشيء الثاني في ناس خشوا في الحساب حقها قاعدين يفتشوا زي ما كلنا خشينا دايرين نتأكد دايرين نشوفوا مكان اللي عيرت القبيلة ده ما لقينا. لقينا خط صورة حقها وأغنية قديمة فوق المعيار والأغنية دي ما رددتها يعني ما قاعدة تغني خطوا الأغنية صوت بتاعها مرة ثانية. على أي حال القضية هذه فوقها ملابسات كثيرة وفي بعض الناس قالوا الشباب دهم يدوروها وهي أبتهم عشان دعموا فوقها زي ده. قضية صراحة أثارت يعني مشاكل كثيرة وحصل ما حصل وشيء ده صراحة ما كويس. إن شاء الله كل الناس يعني يكون عبرة للآخرين عشان يقدموا محتوى كويس. وحتى هي لو ما قدمت محتوى كويس ورقصت عشان دائما حاجات زي دي تحصل ونتمنى إن شاء الله ما تحصل في المستقبل إن شاء الله. ممكن الموضوع الثاني شنو؟ الموضوع الثاني مشكلة أزمة الكهرباء. أزمة الكهرباء بحسب توماي تي في ويب بأن سكان الدائرة الثامنة غاضبون أشد الغضب من شركة الكهرباء ونظموا احتجاج في يوم 30 أغسطس الماضي احتجاج رفض الشبه متكرر أو الشبه دائم في حي خاصة دينغوزي وبعض الأحياء. الناس طلعت وعبرت عن غضبها الشديد حتى شايفين تقريبا حتى شبدك الكارتشيك والمراك والمسؤولين عندهم كلمة في الحي والشباب. فياريت يعني شيء زي ده ما يحصل لغاية يعني المواطن أبسط الأشياء اللي هو الموي والكهرباء لغاية عشان يطلع برا ده ما سمح جدا. فالبعض قالوا حتى مشوا اكتشفوا انه الكوابل ذاته ما فيها يعني الكهرباء ما موصله. السنترال المفروض يكون عندك اسلاك وكوابل الكوابل ذاته ما موصله ما ملصقه كده بس. فكيف الكهرباء تجي؟ انا شوف يعني تصريح للمدير العام للشركه يقول يعني هذه في هناك عطل في المولدات الكهرباء وكذا عشان ده الكهرباء منقطعه هذه الايام. ما كل مرة بيقولوا في عطل ونعدلوا وضوعدوا الناس وما في حل. بالأمس طبعا كان عملوا اجتماع كبير مع سيد غالي وقالوا عملوا لجنة يعني لازم يلقوا حل لهذه المشكلة لغاية 30% كده. وحتى 30% يعني شوية ما يغطي شديد يعني لو 70% ممكن 30% دي مشكلة. ونتمنى إن شاء الله نجد حل لهذه المشكلة إن شاء الله. أعتقد إلى الموضوع الأخير مامادو تكلمنا عنه الأسبوع الفات. الولد مامادو طبعا طالب من غينيا
وأخذ البسكليت حقه وتوكل على الله وقال لي إلا يوصل مصر. فطلع مشى مالي وبوركينا ونيجر وجتشاد وماشي. فجتشاد دار يخش السودان ويمشي القاهرة عشان يدرس الدراسات الإسلامية. للأسف الحرب بقت في السودان ووقف. ولكن أنا في حاجة سمحة عجبتني، وليش رجعت للموضوع ده؟ لأن الولد ده بحسب بعض الصحف إنه في ناس ساعدوه ولقى تذكرة وسافر تقريبا 24 ألف. مصر على هدفه ومصر على هدفه، ولكن الهدف ده ما بيتحقق إلا بالناس الكويسين وبيحبوا الخير للناس اللي هم نحن الجاهدين. يعني في كل الدول دي أنا قريت يعني أمس في صحيفة تقريبا لبروغري إنه سألوه عن معاناته، قال يعني في بعض الدول حتى سجنوه وكربوه وقاعد ينوم في الشارع وياكل حاجات يعني أكل في اليوم ما يفوت 40 ريال وما عنده فراش ذاته، ينوم في الشارع تعبان مرة واحد. ولما شوف سلتشات أرض الخير والبركات الحمد لله شوف يعني هو هدف يعني الناس قمت كلهم وحجينا فوقها نحن هنا والجرائد حجت فوقها ولقى طريقة الآن مش يعني هدفهما ما سياء يعني يريد أن لا ودار يمشي يدرس، دار يمشي يدرس الدراسات الإسلامية. نعم، فنتمنى له التوفيق ونشكر الإخوة ساعدوه لغاية ما وصل عشان يمشي يحقق الهدف هذا. أكيد هذا شيء جميل، يعني الجاهدين دائما منفتحين للآخر ويساعدون الآخر، فهذا شيء لا نجده في كثير من الدول إلا في جاد، فهذا يحسب للجاهدين. أكيد أكيد يعني الجاهدين معروفين بالأشياء الجميلة وبمد يد العون للآخرين. فزكريا نشكرك لحسن المعلومات اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله المشاهدين استفادوا منها. وكذلك نشكر التيك توكير زي ما قاعدين نسموه عمر زكريا عشان جيت لنا في تيليتشات، نشكره كثير. من المغرب يعني في تشاد وفي تيليتشات، فهذا جميل جدا، ونتمنى لك التوفيق والسداد إن شاء الله. وكذلك زكريا أتمنى لك نهار سعيد. فمشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله والسلامة.